مساء الخير أصدقائنا الأعزاء، اشتاقيت لكم بصراحة. صار لي فترة ما داخل أونلاين، والسبب خليكم صريح وياكم، لأن مدى نلاقي التجاوب القوي من أصدقائنا واللي تتابعونا، ولذلك حولت نشاطاتي تقريبا على التويتر، حولت على الإنستغرام، مدى ألاقي التشجيع حتى أقدر أتواصل وياكم. أوكي، الكثير يتواصلون وياني يسألون متى يتساقط الثلوج، فخصيصا هذا الفيديو للذين سألونا عن موسم الثلوج. ها هي الثلوج في منتجع جيرموك. اليوم الحمد لله وشكر تمكننا من الوصول إلى المنتجع. الطريق كان مفتوح، في بعض الأماكن كان ثلوج خفيفة، الحمد لله وشكر وصلنا بدون مشاكل، لكن الطريق إلى الشلال مقطوع بسبب كثرة الثلوج، لذلك اضطريت أن وقفت سيارتي هناك بالأمام. إذا تشاهدون هذاك هذيك السيارة البيضة التويوتا هذه، واتفقت مع أحد هذين السيارات الجيب اللي واقفة، إن شاء الله راح ناخذهم وننزل حتى ننزل سالمين للوادي، نزور الشلالات ونرجع إلى المياه الحارة، وبعدها نتوجه إلى يريفان. إيش قد عندك درجة الحرارة تقدر تشوفها أبو راشد؟ ولا وقر والله. طبعا أجواء لطيفة جدا، مو بارد الجو، يوم كفوف الحمد لله وشكر. الثلوج متساقطة قبل يوم يومين، منظفين هذا الطريق. نحن أمام فندق، هذا الفندق اللي عندنا تقرير عنها بصراحة، إذا تريدون تعرفوه هذا شوفوا أفضل الفنادق في فايوتسور وفي مقاطعة سيونيك، فندق جراند ريسورت 5 ستارز. ادخلوا على اليوتيوب، اكتبوا اسم الفندق جراند ريسورت في جيرموك، عندي تقرير متجول في أروقة الفندق، مصورها ومصور كافة المرافق الموجودة فيها، المسبح والجاكوزي وقاعة الفيتنس وما شابه. طالما اصطحبنا ضيوفنا وأقمنا فيها ليلة أو ليلتان، تابعونا على اليوتيوب من خلال قناتنا قناة أرارات للسياحة. كان معكم هايك دانيال.